والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة الدخول الجامعي 2023-2024 يهنئ الطاقم الطبي لجامعة وهران تميم محمد بن حمد الطلبة الجدد على نجاحهم في شهادة البكالوريا والتحاقهم بالجامعة، كما نهنئ ونتمنى الرجوع موفق للطلبة القدامى. بداية، تتواجد وحدة الطب الوقائي لجامعة وهران تميم على مستوى كلية علوم الأرض والكون، وتتواجد تحديدا على مستوى المكتبة، وهي تتكون من مكتبين للفحص الطبي، قاعة للعلاج، وقاعة للملاحظة والمراقبة. فريق العمل يتكون من 3 أطباء وممرضة، كما يدل اسمها تقوم وحدة الطب الوقائي بدورها الأساسي والمتمثل في وقاية الوسط الجامعي من جل الأمراض المختلفة، وذلك بمحورين. المحور الأول وهو التشخيص المبكر والمتابعة في الديبيستاج الوسويدي، والمحور الثاني وهو التوعية في السنسيبيليزاسيون. بالنسبة للمحور الأول التشخيص المبكر، يتم عن طريق فحوصات الالتحاق اللي بيزيد أدميسيون بالنسبة للطلبة حاملي شهادة البكالوريا الجدد أو العمال في لافيزيت دومبوش، حيث يتم التعرف على الماضي الصحي للطلبة أو العمال مثلا حالات الحساسية المفرطة، أصحاب الأمراض المزمنة، اكتشاف حالات مرضية جديدة أثناء الفحص حيث يتم التكفل بكل حالة على حدة، الفحوصات المنتظمة سيستماتيك تخص جميع الطلبة من السنة الثانية إلى التخرج، وعندنا الفحوصات التلقائية لفيزيت سبونتاني حيث يستفيد كل طالب أو موظف في حالة تعرضه لأي وعكة صحية أو مشكل صحي العلاج على مستوى الوحدة بعد حضوره لدى مصالحنا. كما يقدم الطاقم الطبي جملة من الإسعافات الأولية كنوع من المرافقة للحالات الطارئة في انتظار تحويلها ونقلها إلى المراكز المختصة من طرف الحماية المدنية. فيما يخص المحور الثاني التوعية، تكون من خلال تنظيم أيام تحسيسية تخص مختلف المشاكل الصحية منها الأمراض والآفات الاجتماعية ذات الصلة بالحياة الجامعية. تقوم وحدة الطب الوقائي بتطعيم اتباعا للبرنامج الوطني للتلقيح، وتركز وحدة الطب الوقائي على برمجة الطلبة والمستخدمين للتلقيح ضد داء الكزاز والدفتيريا لو دي تي ادولت ابتداء من 18 سنة، وذلك كل 10 سنوات من خلال تسجيل قوائم اسمية للاستفادة من التلقيح. كما توجد تلقيحات أخرى كالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والمبرمجة لحاملي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل، حيث قامت كذلك الوحدة سابقا في جائحة كورونا بتنظيم عدة حملات للتلقيح ضد كورونا 19. إضافة إلى ذلك تقوم الوحدة الطب الوقائي بتسليم الشهادات الطبية العامة. كما توفر وحدة الطب الوقائي خدمات التمريض التي تشمل كل من تغيير الضمادات، الحقن، قياس ضغط الدم، قياس مستوى السكر في الدم، وتقديم أدوية تحت إشراف الأطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نقدم لكم الأخصائي النفساني للصحة العمومية عجرودي عبد القادر، وحدة الطب الوقائي جامعة وهران تميم محمد بن أحمد. نقدم في هذا الفيديو التوضيحي المهام الأخصائي النفساني للصحة العمومية، وتتكون هذه المهام من ما يلي: الاستماع الدائم للطلبة، الكشف المبكر للمعاناة النفسية للطلبة خاصة ذوي الاضطرابات السلوكية منها الإدمان، الآفات الاجتماعية، الانتحار. الحملات التحسيسية، تتكون هذه الحملات التحسيسية من البرنامج المسطح من الوزارة الوصية، الإرشاد والتكفل والتنسيق بين مكونات الاجتماعية للجامعة والإدارة، التوفير المناخ للطلبة، وفي الأخير نتمنى أن نكون عند حسن ظن طلباتنا وعند حسن ظن الجامعة ككل. نتمنى عام دراسي سعيد لكل الطلبة، وشكرا. نجدد بذلك أن أبواب الوحدة الطبية مفتوحة دائما، والغاية منها الحفاظ والرقي لسلامة وصحة أفراد الوسط الجامعي.